مرحبا بكم إلى موجز الأخبار عبر منصات السودانية 24. نفى السفارة جمهورية السودان لدى السعودية صحة ما تم تداوله في وسائط الإعلام بشأن خطاب أصدره القسم القنصلي لبعض المواطنين، وذلك لمساعدتهم في إجراءاتهم مع أصحاب العمل، وقالت إن الخطاب أسيء استخدامه وتم توظيفه لأسباب لا علاقة لها بتعطل الإجراء. وكان مستشار الدعم السريع الباشط بيغ قال إن السفارة منعت مواطنين سودانيين من استخراج جوازات السفر بحجة انتمائهم لكردفان ودارفور، لافتا إلى أن هذا مؤشر خطير لتقسيم السودان ويعتبر حرمانا لهؤلاء من حقهم القانوني الذي يكفل لهم استخراج أوراقهم الثبوتية طالما ينتمون للوطن المسمى السودان. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو إنهم يراقبون التقارير المروعة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين السودانيين، وذلك في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، بما في ذلك الاغتصاب وقتل الأطفال، داعيا الميليشيا إلى التوقف عن ذبح المدنيين وكل الأعمال التي تنتهك الالتزامات التي تعهد بها الفريق حميتي وقيادة قوات الدعم السريع، وذلك كجزء من مدونة قواعد سلوك تحالف الإلب وإعلان جدة. أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية أن كل قواتهم أخذت أرقاما عسكرية تتبع للجيش وتأتمر الآن بأوامره، ومع نهاية الحرب سيكون هناك جيش واحد موحد. واتهم جبريل قوى الحرية والتغيير بتعطيل اتفاقية جوبا لسلام السودان، وقال خلال حديثه في ندوة رابطة طلاب دارفور بنيويورك، قال إن الفرق بين قوات الحركات وبين الدعم السريع أن بندقية الأخير مدفوعة الثمن، وأن القوة المشتركة تقاتل للدفاع عن الوطن والمواطن. أعلنت غرفة طوارئ مدينة حلف الجديدة ارتفاع عدد النازحين من شرق الجزيرة إلى 30,000 يقيم بعضهم في الشوارع وسط وضع صحي وصفته بالكارثي ويتطلب التدخل العاجل. وقالت الغرفة إن المزيد من مراكز الإيواء قد فتحت أبوابها لاستيعاب العدد المتزايد من النازحين، حيث بلغت في مجملها 20 مركزا، إلا أن معظمها لا تتوفر فيه مرافق الصرف الصحي. وأشارت إلى أن الضغط على العدد المحدود من مرافق الصرف الصحي الموجودة ينبئ بوضع صحي كارثي مع نقص الدواء ومحاليل المعمل، مما يهدد بتوقف خدمات العيادة بالمدرسة المصرية. قالت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين درية محمد بابكر إن قرار قيام امتحانات الشهادة الثانوية في ظل الأوضاع الراهنة يعتبر قراراً سياسياً لجهة أن الامتحانات قومية في المقام الأول. وتساءلت درية قائلة: إذا كانت الحكومة ستمتحن جزءاً من التلاميذ فما هو مصير الآخرين؟ وأشارت بحسب راديو دبنجا أن قيام الامتحانات في جزء من الولايات نوع من التمييز، فضلاً عن أن الخطوة ستترك آثاراً نفسية على الأطفال الذين يحرمون من الامتحانات. نهاية موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة نشرة الأخبار عبر منصاتنا المختلفة. في أمان الله.